مرحبا لك غادي ولجميع المشاهدين. فعلا بعد عدة أيام وأكثر من أسبوعين على الغارات يلي عم تتعرض لها الضاحية الجنوبية، قمنا اليوم بجولة ميدانية على جميع الأماكن اللي تم قصفها بالضاحية الجنوبية، من حار تحلاك للرواس لحي الأبيض لمنطقة السنتريز ولمنطقة الحدث وبرج البراجني. برج البراجني يلي كان بالفترة الأخيرة تعرضت لقصف عنيف وما كنا عم نقدر نفوت نعاين الأضرار فيها، دخلناها وعايننا. غادي نفس المشهد، نفس العدو، نفس الطائرات، نفس القذائف، دمار بكل مكان موجود. يعني إذا الدمار واقع بمجمع سكني، جميع الأبنية المحيطة ما بتكون مؤهلة للسكن بالمستقبل. شاهدنا بعض أهالي الضاحية الجنوبية أجوا يتفقدوا ممتلكاتهم وغادروا بسرعة. يمكن هيدي خطوة شوي بدنا نحذر منها بموضوع أنه ما حدا يتساهل أنه في هدوء، بديش سميه حذر، هدوء غدار بدي سميه بمنطقة الضاحية، لأنه ما نعرف بأي ساعة العدو ممكن أنه يرجع يعتدي على هيدي المنطقة. فلذلك لازم يكون في نوعا من الحذر بالدخول إلى الضاحية الجنوبية. نحن حاليا بهالمنطقة يلي تعرضت لقصف قبل ليلتين وسقط فيها مبنى المكتب العلمية، إذا بعدك عم تلاحظ يعني لهلا النيران بعدها مشتعلة بهذا المكان، وهذا الدخان الأبيض اللي عم نشوفه زملائنا بعبده هو ناتج عن احتراق هذا المكان. هون للأسف سقط شهيدان غادي لفوج إطفاء التابع لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، مثل ما عم تشوف على سياراتهم وسقط شاهدان، سقط فرحات ومحمد فركوح، سقط شاهدان لفوج إطفاء اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية خلال ممارستهم لآلياتهم مبنى المكتبة العلمية بحار تحريك. هذا المبنى، هذا المحيط تعرض للقصف قبل يومين تقريبا، ولاحظ أثار الدمار. غادي نحن يعني خلال جولتنا كنا عم نبحث عن مخازن الأسلحة، واللي عم يدعي العدو أنه بكل مبنى عم بيتعرض له هي موجودة. فعلا نحن لقينا أسلحة استراتيجية بكل المكان اللي زرناها، فيك تشوفها معي. يعني هي عبارة عن كتب مدارس، هي عبارة عن ثياب، هي عبارة عن شنط مدرسية. فعلا يمكن هو بيعتبرها أسلحة استراتيجية، أسلحة دمار شامل. فعلا بكل مكان زرناه نفس المشهد. جهاد، يعني فوج الأطفاء اتحاد بلديات الضاحية الذي استهدفه العدو الإسرائيلي كان متجها إلى هذا المكان بعد تنفيذ العدو غارات في هذا المكان، وعندما اتجه فوج الإطفاء قصفه العدو الإسرائيلي أو استهدفه؟ لا، غادي هو اللي صار، تم استهداف هذه المنطقة ليلا، وفوج الإطفاء بيتوجه صباحا لإحماد الحريق ولمحاولة الإنقاذ. فهني لما توجهوا بتاني يوم انهار علينا المبنى. يمكن طالما سألني هذا السؤال إلى جانبي عضو بلدية حار تحريك واللي بكان مشارك بهيدي العمليات الإنقاذ ويعني شاهد بأم العين يلي حصل، أستاذ علي بالضبط بموضوع الشاهدين اللي استشهدوا، شو يلي صار؟ صار أنه من الفترة كان تم ضرب بناءين وصوري بالعرض في بناء مكتب العلمية ومجاور. نعم. نحن زلنا الموقع سمعنا انه في حريق عندنا. نعم. تداعينا الدفاع المدني للاطفاء، قاموا باطفاء الحريق لان المبنى المكتب العلمي كان متضرر من الجهه الشرقيه، عملته بطلوا قضيتين منزاحه ومدمره، والحريق اتى على بعض الاعمده خفض يعني قلل من قوه تحملها، لذلك عمليه الاطفاء لما انتهت فوج الدفاع المدني خرج من الموقع. ظل في فوج الاطفاء كانوا عم بيجهزوا لأن يغادروا هذا الموقع. نعم. للأسف انهار المبنى بهاللحظة. كانوا أربع رجال أطفاء، اثنين نفذ واثنين صمتوا من هذا الموضوع
وهذا اللي صار. شكرا الله يرحمهم. لكن غادي مثل ما ذكر هو المبنى تعرض قبل بلا يعني قبل بليلة من استشهادهم للقصف المبنى المجاور لمبنى المكتب العلمية، لكن الضرر طال هذا المبنى وصار فيه حريق، فهن توجهوا تاني يوم لأطفاء هذا الحريق، ويمكن من بعد ما أخمدوا النيران غدروا المبنى وتساقط على آلياتهم مثل ما عم نشوف بالصورة، مما أدى لاستشهاد عنصرين فرج فرحات ومحمد فركوح. للأسف يعني الأطفاء والأسعاف والدفاع المدني كمان عم يدفعوا ضريبة